يعني كلها الموج يطفي النار يا رجال، واحيانا النار واحيانا النار. دقيقه شفت لك نار، شفت لك نار تحرق الماء. غير يا عبد الله الروقي، غير معك مجال، معك مجال، غير. انا ما اقدر، انا اوج من الهجمه. الموج يطفي النار، ها والناس تلقى السمك اللي فيها يا سمك. حنا الموج يا طحالب، حنا الموج يا اخوان. لا تشدونها لانه احنا بيننا وبينكم خندق، احنا ما نسولف مع بعض. لا تعيل، لا تشدون. انا معك مجاوب اصلا. انتم مجملكم بالكره الارضيه 70%، ولكن قوتكم ما تجي قوه 1% من النار. صح، مو مشكله. يكفي ان عذاب الاخره يا اخوان. اتقوا النار وبس. صح. بدون صح. عيال اتقوا النار. هذيك نار رب العالمين. ما انتبه اللي تحرق النار لينا. نار من؟ وبنت الغاز. نار الدنيا. نار من؟ نار رب العالمين. وانتم نار. كلنا نار. كلنا نار. حالف يا السمك. كلنا نار رب العالمين. كلنا نار. تعرف السمك الصغير يجيب البحر نارهم. احنا نحرقهم. شو اسمه؟ لا تتكلم عن خط النار. حالف. مويه شوف المياه الصحية فعلا صحية. شنقول ايه يا عبد الله؟ انت والله ما انت بنار. انت النار تسبح في الموج الازرق. النار تسبح في الموج الازرق. والنار تسبح في الموج الازرق. النار تسبح. والنار تسبح في الموج الازرق. ايوه النار تسبح في الموج الازرق. الموج طفى النار. الموج طفى النار. الموج طفى النار. الموج طفاها. تعالوا يا اخوان طبعا احنا بنطبخكم، بس نطبخكم على ايش؟ نار هاديه. شو نقول؟ قلها على الراي. اسمع على الراي. دقيقه دايم. اذا احترق مكان ولا اذا شب مكان ندعي ما اللي طفي هاله. احنا الاهل الاولى. الموج بادره. الموج اللي طفيها دايم. لا ادفع الموج. ادفع الموج. الموج يطفي النار. الموج هي اللي تطفيها. لا احنا بنطفيها لكم. انتوا نار احنا نطفي. الموج بادره طفاكم. الموج الازرق جاكم. الموج يهامك جاكم. والنار تنرق. الموج الازرق جاكم. الموج الازرق. ايوه الموج الازرق. الموج الازرق جاكم. الموج الازرق. ايوه كلني يهاب اخطاكم. والنار تغرق. ايوه الموج الازرق جاكم. الموج الازرق. ايوه كلني يهاب اخطاكم. والنار تغرق. ايوه الموج الازرق جاكم. الموج الازرق. ايوه كلني يهاب اخطاكم. والنار تغرق. ايوه ويله ويله. معكم مجال تغيرون ترى. والله المجموعة الثانية بلشوا المجموعة الثانية ما عندهم اسم. النار 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 يطفيها الماء. والله ها المطافي. المطافي صح اخوي. انا موجودين. اسف والله. قال لي مشاري ابو سعاد. مشاري يقول لي شيء. يقول لي اسماء لازم نرفع الإدارة ونشوف اذا هم بيوافقون عليه. واسطه انت مو بيرفضونك. سمحنا لكم تغيرون. لا دفوس. والله ما كلامكم كمقدم. والله ما عرفت. عرفت ايش الزعزعه. عرفت النار خط النار.
خط النار خط النار. لا لا يقول ولدي تقولونهم اسمكم واسمنا واسامي كلنا. لا لا اسمنا موافقين عليه من اول. على كيفكم يعني اقصد شباب الاسلام نار نار اسمنا والله ما في شيء اتحداك تعيني. استغفر الله استغفر الله استغفر. اسمع وليد ايه اتحداك تحصل اسمنا شيء تحدى ما حتى اسمع ما تحصل شيء خلاص ما ادري عاد كيف على وليد اي بس احنا نكسيت من المويه من المويه انتوا دريتوا دريتوا انكم غلطتوا انتوا مويه انتوا مويه دريتوا دريتوا انكم غلطتوا فلسن قلتوا تعدلون. لا ورب الكعبه يا اخي استعرف يا اخي يا اخي شيء اخر خط النار ما اختلفنا. شفت شفتك يا انت اول شيء اللي طفي النار مو والله البودره يعني انتم ارخص من يرش عليكم والله البودره يرجع عندكم غسول ملابس هذا اللي غسول عادي ارشك غسول ملابس انتم ثاني المثنى احنا وش ارشك غسول ملابس الحين هو لكن كيف تاكلونه من الهواء المويه يطبخ انا شفت رز يطبخ مويه اي نعم ازعل طيب اذا طبخ الماء ونكب على النار لا نجيب الغاز لا لا قالت تس هذا تس هذا صوت المويه التس صوت المويه سمعني تس طيب طيب هناك سمعني انت مقدم انت مقدم انت مقدم مقدم وليد هذا عنده اجتماع عنده اجتماع نبي اسمه مو نبي اسم عنده عنده اجتماع يا اخوان احنا ما كنا اسم النار كنا خط النار خط النار هذا اللي يمثل جنود لحظة يمثل جنودنا البواسل على شاوش صح أيوه. على خط النار الأول مع العدو هذول الرجال أوه حط اثنين أعداء ايه عدو نعم لي على الوتر انت عدو واخد انا ما اتكلم عن النار نقول خط النار رجال أشاوس في جبهة قتال وين رحتوا انت يا رجال هربوا